كيف احنا تشوفون الليت ولا الحين اول شغله بنسير نسكر مفتاح الكهرباء. اول شغله اهم سيفتي امان اهم شيء. هذا هو ولا اول شيء اطف مفتاح المكيف. هذا تابع لي المكيف سكرته. في الاصل السويس موجود فوق السطح، لكن السطح بعيد بدل ما يصير اركبه اي، هذا تحت موجود هنا السلي فسكرته من هنا. طبعا انتم تشاهدون بنركب الهوز السهل بالطريقة بكل سهولة. هذا الهوز السحري او السهل، تابعوا الحلقة الماضية عن ميزات هذا الهوز اللي يغني عن المضخة. بسم الله نبدأ. طبعا اول شيء نبدأ فك الكور. اول شيء فكينا الفلترات هنا، حطيتهم هناك من قبل. اهم شيء عندنا هذا هنا على اساس انه ما يسوي لنا شغله ويتعلق، وهذا نطلع هنا نخلص منه. هذا فكينا هنا نخلص منه. أول شيء قبل الماء نبدأ نفخ الهواء. أول شيء طبعا نبدأ بنفخ الغبار والكسر والشوائب من الوايرات قبل الماء، لأن لو أنت غسلت المكيف بعد ما غسلته نظفته زين ما زين نفخت هذا الكسرة أو الوساخ بتروح مكان الماء. هذا شيء واحد. الشيء الثاني لو حتى لو غسلت ممكن تجي رطوبة هنا وبعدين هذه الماكينة ما تنفخ الرطوبة، فأحسن شيء ننفخ هذا قبل ما نغسل. بسم الله. للأمان نبدأ لف الوايرات على أساس إنه يمكن بالخطأ ينجس الوايرات وبالتالي يسبب لنا مشكلة. طبعا هذا ماي صار. هذا لما بنغسله نحافظ عليه ان هذا كهرباء ما يجي الماء، يعني نمسك مهنه ونغسل من هنا ورايح او نلف بشيء هنا ما نغسل. هذا الدينامو هذي اللي تحرك المهفة اللي توزع الهواء، هذا المكان ما نخليه يجيسه الماء. أول شيء يا جماعة الخير نبدأ بالماء، باب الماء أو هوز الماء اللي يصير في المنهول. هذا منه يصير في الجدار في المنهول، أقرب منهول، يعني المطبخ دائما المنهول داخل المطبخ موجود، لكن بالنسبة للصالة أو الغرفة بيكون الماء صرف مكيف، ماء الصرف بيكون لأقرب منهول. عادة عزكم الله بيكون يعني إذا كان في الصالة حمام الصالة أو في المجلس حمام المجلس وهكذا، بيكون الماء في أقرب منهول، وأحيانا
يمكن يكون بالغلط سوى مكان بعيد، واحد يعني يتكلم يوم وين موجود. الحين بنبطل هذا المنهول علشان نتاكد ان الماء يسير. تسمعون خرير الماء. بسم الله، نبدا هنا نضغط دوب على اساس انه ما يطلع ماء. اهم شيء هذا البيت، يعني احيانا بيغسلكم المكيفات اذا ما سووا هذا بدون فائده، دائما المكيف يقطر، لان هذا الشواذ شوي 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 هيسكر البيت عندك هناك، يسكر البيت فالماء ما يصير. انت مغسل المكيف كامل وكل شيء المكيف نظيف، لكن شوي يقطر ماي. تبطل تفتح ما تعرف شو، اهم شيء ان هذا دائما يكون مفتوح. حتى بالهواء يستوي، ماكينه الهواء يستوي، لكن هذا يكون الماء اضمن، لانه ما يخلي شيء، الماء ما يترك شيء. لان اصلا الماء بيصير بالمناهول. ويسوي بالهواء. بالهواء يسوي. حتى لما نسوي اشياء بالهواء، يعني اذا كان مغسل مكيف بعد فتره جت الشواه بسكرته. سبحان الله، هذا يعني يسكر كامل في هذا، بدون ما يطلع الماء. ها. ضغط عليه الماء هنا، الماء يصير يطلع من المناهول. اسمه خرير الماء في المناهول. للتأكيد اهم شيء هذا. طبعا انا اغسل المروحه، هذه المروحه اللي ترفع الهواء، اهم شيء هذا لونه نظيف والمروحه وسخه، يعني ما يبرد المكيف. هذه الاوساخ السوداء، الاوساخ السوداء هذه كلها تطلع من المروحه. هذه المروحة، هذه إذا وصل المروحة هذه يعني المكيف ما يبرد، يعني ما عليكم من اللمعان اللي يلمع هنا المكيف نظيف، ويوم تشوفون ينظفونكم تقول خلاص. أهم شيء المروحة، مروحة وسخة ما يبرد المكيف مستحيل، لأن شيء من المكيفات يجمع الأوساخ في المروحة، وشيء منهن يجمع الأوساخ هنا، فسبحان الله هذا النوع اللي الأوساخ أكثر تتجمع في المروحة. احيانا واحد مثلا يفتح المكيف ومكيف شغال ويدخل اصابعه، يتحذر من هاي المكيف، المروحه خطيره ترى، ما تبين لما تدور، ما تبين ان هي تدور زياده، ما تبين. فاهم شيء يكون احنا هذا اللي تسومه، لان هذا المكيف في المطبخ، هاي تسومه هنا، المي يعني ما اثر فيه. فانا شوي برش عليه من مبيض او كلوركس، مادة بسيطة بدل ما اغسل، مع انه يخوز بالسنجة، لكن بنرش عليه شوية بنجرب. وهذه الاوساخ، شوف الاوساخ تراكمت. هذا لازم يكون يعني سمكه ملي او ملي ونص او مليين، على اساس انه يثبت. فلما تغسل الماء ينزل على طول. هاي الملاحظة، اللي ما عنده هذا الخشب، اللي ما عنده الخشب يجيب سكروب ويحطيه، طبعا السكروب يطيح، أما هذا مرن يعني ما يطيح، لكن هذا السكروب اللي يابس ثبت هذا هنا يطيح الثاني، ثبت الثاني
يطيح تحت، فما يثبت الا الطربال او المشمع او السفره. المهم فانصحكم بالخشب، تحطون خشب او مثلا تحطي خلق، خلق هنا وتسوي هذا زين، متى عندكم هذا بيكون احسن. الحين احنا سوينا المبيض، الحين بنبدا بالغسيل نخلص منه ان شاء الله. هذا طبعا ماء الصرف، البيب الصرف اللي ينزل في المنهول، وهذه المروحة. شوفوا كيف غدت نظيفة تلمع. أصبح جديد، شوف اللمعان، النظافة، كأنه مكيف جديد. أهم شيء نحافظ على الفلاتر، وهذا الماي المستخدم، يعني سطل غسلنا المكيف على كيفنا وما وصل منتصف السطل. يعني واحد يعني يقول أنا تجيل هذا وكيف اسوي، يجيب سطح ثاني ويغرف المي ويودي الشوشب في اي مكان يصبه. الحين طبعا نبدا بغسيل القطع. اول شيء الفلتر، طبعا الحين بنشيل الكيس بننظف هنا بالهواء للتأكيد. عشان نتأكد انه ما في ما رجع اي ماي او دش داخله ماي للتأكيد، في حالة انه مثل ما قلنا اذا شوط او قام يطيش الفيوز بس يكون مكيف، تخلوه يوم يومين اذا ما عندكم هواء عادي مكيف يشتغل، لما يجف كامل مكيف يشتغل. واحد يمكن يقول الماي صعب، كيف نودي الماي نتخلص من الماي؟ تعالوا نغرف الماي ونصفها بالسطر ونودي برا بكل سهولة. بعد ما غسلناه وجففناه طبعا الحين جف نشفناه عن الماي ويبناه. كما تعرفون أول آخر قطعة تفك أول قطعة تركب، وهذا الحوض، حوض الماء، هذه جمع الماء هنا
طبعا في بير موجود في الجدار هنا، فاذا كان هنا البير موجود هنا مسواي فيوصلون من هالطريقه من هذا المكان، او اذا كان البير منه هذا في احتياط اثنين في مكان لصرف الماء اثنين يعني منتبه تركبه. فنحن من هالطريقه هذا مسكر والبيب موجود منه على حسب انه كيف يسار يمين او البيب اللي حاطينه في الجدار المقاول اللي مسوينه موجود هنا طبعا البيب. احيانا انت مغسل المكيف نظيف كامل المكيف كل شيء الفلاتر نظيفه تشوف يقطر ماي تصلح تسوي تنشف ماي شو المشكله؟ المشكله انك تتراكم الاوساخ هنا والشوائب والاوساخ تتراكم هنا ويسكر هذا. هذا يعني هذا 5 ملي، هذا 5 ملي. هذا 5 ملي. ف يسكر على طول. يعني يا ليت مسوينه وسيع مثلا 3 ارباع مثلا نص انش. زين. فهذا اللي يخرب على الناس دائما، يخرب علينا والماء يقطر 24 ساعة. فأنا سويت طريقة. يعني بدل ما تغسل المكيف وتبطل كامل المعدات، هذا ما تبطل، هذا تخليه اشيل الاشياء هذه. شو اسوي؟ انا اسوي هوز طريقه مؤقته يعني يمكن شوائب بسيطه، هذا الشوائب البسيطه الخفيفه ماسكه هنا. انا مسوي طريقه بهالطريقه هالطريقه انفخ هنا وتطلع الوسخ على طول. في طريقة ثانية بعد نفس الشيء، طبعا هذا قصير تقدر تركبه هنا في هوز الماي، في هوز الماي والنفخ ويدفع الهواء وتتخلص من قطير الماي. فهاي الطريقة سهلة، هوز صغير 6 و7 انش ملي عفوا، تلف عليه تيب وتدخله هنا وتنفخ شوية وانتهت مشكلة الماء. طبعا مثل ما قلت اول في البداية اي واحد بيغسل مكيفات ينظف هذا وينفخ فيه بالماء او بالهواء بحيث انه يكون يعلم في المنهول. بسم الله نبدا الحين تركيب البيب. نبدا تركيب البيب فعلا هذا نموت فيه اوساخ. هذا انا تغسله الحين نظيف. الحين ينسون هذا هنا يود الاوساخ، الحين بنركبه بالطريقه. بسم الله خلصنا الحين الحمد لله. نجرب هذا ما شاء الله 22 يبرد الحين الثلج، فما بالك مثلا 20. دائما احسن يكون 22 صوبته ماتيك كيف يريح. هذا هو كيف يديت